ما يميز النباتات البرية عادة هي ضعف احتياجها المائي. هي تختلف عن المحاصيل الحقلية والبستانية في كمية المياه اللي تحتاجها. وإذا تذكر في أحد اللقاءات لسمو سيدي ولي العهد ذكر أن هذه النباتات تحتاج إلى ريات متقطعة خلال العام الأول، تخف مع العام الثاني، ثم تخف مع العام الثالث وينفي احتياجها إلى المياه. اليوم احنا مع الجمعيات التعاونية، سواء الجمعيات البيئية عفوا أو مع أي جهات أخرى، نعمل على عملية مرحلة تسمى بالتقصية. هذه المرحلة بعد الزراعة تخفف كمية المياه من أجل مقاومة هذه النبتة ونموها بشكل طبيعي بحسب الفسيولوجيا الخاصة فيها. هناك فيه مشاريع في أثناء الزراعة يكون لها حماية، قد تكون حماية في السياج، وهذا لا نحبذه كثيرا يعني احنا في المركز، وإنما يكون من خلال الدورية الأمنية ومن خلال التثقيف المجتمعي. اليوم المجتمع هو صاحب القيادة في هذا الأمر، التثقيف المجتمعي يعكس على تنمية قطاع نباتي بشكل جيد.